السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ أخباركم طيبين؟ معكم أخوكم أبو عمير من قناة أبو عمير. اليوم جبت لكم مقطع جديد. صراحة للأسف إن هذا آخر مقطع في القناة، أعتذر من المشتركين كلهم، لأن الواحد يكون عنده ظروف، وسنة ونص أو سنة أو أكثر، تقريبا وصلت الحين سنتين من العطاء والمقاطع ولناسة والضحك في الذكريات. فللأسف كل بداية لها نهاية، هذه هي نهاية القناة. أتمنى ما حد يزعل، لأن الواحد تصير له ظروف يعني، ولا بد من كل شيء يكون له نهاية. المهم، شكرا. أول شيء أعتذر من المشتركين، راح أسحب القناة، ما راح أنزل شيء خلاص نهائيا، بس راح اكون متواجد. يعني مو بشرط اني بسحب على القناة اني راح اسحب على كل شيء، لا، متواجد انا في تيم سبيك جيمز هنتر، وحتى حسابي هارد اوف تانك شغال عليه وعادي يعني، وكل شيء سليم. لكن ناحية القناة واليوتيوب الحركة ذي خلاص تعب شوي، من ناحية الرندر والوقت والشبكة، حتى لا بلود في اليوتيوب ياخذ وقت طويل، فصعب صعب صعب مرة، شغل تعب وياخذ يعني. اللي في اليوتيوب لازم يسوي مونتاج، ولازم برنامج المونتاج بنفسه بعض المرات ياخذ من يوم الى نص يوم، بعض المرات ياخذ يوم اكثر من يوم، تقريبا نص الى 3 ايام 4 ايام، وانت تسوي مونتاج على مقطع واحد كله عشان تطلع بجودة عالية وباحترافية عالية، شغل متعب يعني. ما انه شغلة حلوة التصميم وذي، لكنه في نفس الوقت متعبة، انها تسحبك من الناس، تسحبك من المجتمع يعني. واحد يكون عنده أشغال ما يقدر يواصل فيها. كثير منكم اللي بقوله في المقطع هذا، أبي أشكر بس اللي دعموني في بداية القناة، اللي هم جيمز هنتر، راكان، والأخ سامي صراحة اللي حفزني إني أفتح القناة من البداية صراحة. ومثل ما قال، مثل ما لا يشكر الله، ما لا يشكر الناس لا يشكر الله، فالآدمي هو اللي حفزني من البداية. وراكان دعمني بعد، يعطيه العافية. سامي والشباب اللي في تيم سبيك دعموني، كل الشباب، حتى القنوات الثانية، جيمز فويس، سعودي مونستر اللي هو قناة ريدي جيمز الحين، اسمه ذا، وبعد قناة همام بعد ما قصر، يعطيه العافية. كل الناس اللي عرفتهم صراحة، تعرفت على ناس والله صراحة كفو وناس طيبين، ولي الشرف صراحة اني تعرفت عليهم. فأتمنى ما حد يزعل، هذا آخر المقطع. سويت لكم مونتاج بسيط بس كذا عشان يعجبكم كختامية كذا القناة أو شيء زي كذا. عموما أنا ما بقول لكم حط لايك أو كومنت أو ذا، لأنه ما عاد يهمني خلاص، هذا آخر مقطع في القناة. أتمنى لكم حياة سعيدة. كان معكم أخوكم عمير، في أمان الله.